الله تعالى وبركاته. يسعدنا اليوم أن نلتقي وإياكم في هذا الحفل البهيج من أجل الاحتفاء بالذكرى 45 للمسيرة الخضراء المطهرة. السادس نصره الله وإياه.
جانب الشارقة قادم من طنجة إلى الكويرة من أجل الترسيخ الدفاع عن الوحدة الترابية والمغربية الصحراء وحماية حدودها الشرعية ضد أعداء الوطن وأهداف أمن واستقرار بلادنا العزيز. فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على خطى والده المغفور له الحسن الثاني وجده المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله وصراه يقود مسيرة بناء المغرب الحديث، مغرب القانون والحقوق والحريات، مغرب مؤسسات ديمقراطية كل الوطن من خلال إنشاء الإنصاف والمصالحة، ومحاربة الفقر والهشاشة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبناء دولة الحق والقوانين والمؤسسات من خلال تعديل الدستور المغربي، وتأسيس إصلاح عدالة وتحقيق أمن وسلم اجتماعي. وذلك برب المسؤولية بالمحاسبة ومبدا تقرير الإدارة من المواطنين والجهوية المساعدة لا مركزية في اتخاذ القرار ومجموعة من الإصلاحات الجوهرية لبناء اقتصاد مغربي قوي. وهذا قد أبان جلالته على حبه لشعبه ووطنه خلال جائحة كوفيد 19 حيث فضل صحة المواطنين وسلامة البلاد عن أي شيء آخر باستباقية التدابير الصحية وإغلاق الحدود سوى الخروج من الجائحة في أقل أضرار. ولعل الوقت لا يسعني لتبرك كل منجزات فعل جلالته حفظه الله ونصره. ونحن اليوم جنود مجندين خلف قائدنا وامير المؤمنين استكمال مسيره الاصلاح والتغيير وبناء المغرب الحديث كما يتصور جلاله نصره الله واياده. وبهذه المناسبه الخالده نسال الله تعالى لهم الصحه وطول العمر والنصر والتاييد لمولانا الامير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس وأن يقر عينه وليهدي الأمير مولاي الحسن والأميرة الجميلة لالة خديجة وأن يشد أسره بسنن الرشيد مولاي الرشيد وسائر الأسرة العلوية الشريفة إنه سميع مجيب ويبقى شعارنا الخالد الله الوطن والملك والسلام عليكم. لنشاهد جميعا هذا المقطع الرائع الذي سيعرض لنا مقتطفات من خطاب جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وأحسن مثواه. Thank you.
تعبر عن هذا الحدث العظيم. إن المسيرة الخضراء ملحمة تاريخية كان بطلها ومبدعها المغفور له الحسن التائب طيب الله تعالى، والتي أعطى انطلاقتها آنذاك صاحب الجلالة والمهابة سيدي محمد السادس نصره الله وأيده، حيث كان وقتها وليا للعهد في يومه السادس من نوفمبر 1975 بعدما أقرت محكمة العدل الدولي بوجود روابط وولائم بين المغرب والمناطق والقبائل الصحراوية المغربية. عزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وتلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. كان هذا خطاب المغفور الحسن الثاني يوم الخامس من نوفمبر سنة 1975 بأكاديمية. تحية وازدهار الأمن واستقرار لهذا البلد الحبيب، ونسأل الله تعالى لجلالتكم دوام الصحة وطول العمر، وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة للا خديجة، وأن يشد أزركم بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي لله، حرر بالمحمدية بتاريخ 18 ربيع الأول 42400 هجرية الموافق 4 نوفمبر 2020 ميلادية. إمضاء خاتم الأعتاب الشريف نبيل وزاع رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة محمدية، وشكرا. من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة المحمدية، الآن تواجدوا بالمؤسسة المعهد محمد لحياء واحد ذكرى 45 للمسيرة الخضراء المضفرة. كنبغي نشكر جميع الإخوان، الهيئات المنظمة، كذلك المناظر الإعلامية الحاضرة معنا، كنبغي نشكرهم على الحضور لحياء ذكرى 45، وكنبغي نشكر كذلك السلطات المحلية اللي ساعدتنا والوزارة الفلاحة والسيد المدير المؤسسة المعهد الأمير سيدي محمد. الإعلام والتواصل بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بأمالة المحمدية. الحمد لله اليوم كان لنا كل شرف أننا نحتفل بالذكرى 45 للمسيرة الخضراء المذفرة. هذا الحفل اللي تخلاته مجموعة من الأنشطة اللي رجعنا من خلالها إلى أقوى وأجمل لحظات هذه الملحمة، أو أقول هذه المفخرة التاريخية. فالحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى في إنجاح هذا الحفل. إذن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاحه من قريب أو بعيد، كما أشكر جميع المنابر الإعلامية الحاضرة معنا اليوم، بالإضافة إلى شكر موصول كذلك للسلطات المحلية ولمدير المدرسة الفلاحية. إذن شكرا جزيلا على هذه التغطية، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ ملكنا الهمام وبلدنا الغالي من كل سوء ومن كل شر. شكرا.